أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة وحلقة جديدة من برنامج العائلة العراقية، برنامج بين الناس. اليوم أنا وزميلي أثير العبيدي راح نشوف حلقة مميزة في أول حلقة من عام 2022، اللهم اجعله عاما مباركا علينا وعلى كل العراقيين، وتنتهي هذه الأزمة ويغير حالنا الله سبحانه وتعالى من هذا الحال إلى أفضل حال. أعزائي المشاهدين، أيضا حتى لا أنسى أهنئ تهنئة خاصة لأبطال الجيش العراقي بمناسبة عيدهم السعيد، ونقولهم إن شاء الله أعياد، لأنه أنتوا اللي حقيقة يعتمد البلد عليكم وأنتوا سور للوطن. أعزائي المشاهدين، دائما في كل حلقة يعني عندنا أمور نتكلم عليها. أنا مثل ما أستفت بالحلقات الماضية أنه اليوم الحقيقة كل المواطنين وأهالي محافظة صلاح الدين وأيضا العراقيين اللي يحبون أن يقدمون يعني أي شيء من خلال شاشة صلاح الدين وبرنامجنا، برنامج بين الناس، برنامج خدمي نستقبل عبر الاتصالات الأسئلة ويعني الشكاوى والمناشدات حتى نقدمها على من يهم الأمر. اليوم يعني عندنا كثير من المشاكل، اليوم أزمة الكهرباء، يعني أنا طلعت لقطة بال 2006 أو 2005 وإحنا هسه 2022 بقت نفس الأزمة، أزمة الكهرباء، هاي صار 16 سنة. زين، يعني أزمة الكهرباء، أزمة الوقود، يعني بنزين خانات المحطات ممتلئة وإحنا ما عندنا لا حرب لا عندنا شيء لا سامح الله. فاليوم المواطن التقاعد يعني كل مفاصل الحياة والدوائر الخدمية، اليوم نروح إلى دائرة الرعاية، مسألة التقاطعات والرواتب يعني المواطنين لنهاية الشارع، اليوم في التربية لنهاية الشارع. المواطن مدى يرتاح يلتمس من مطلع 2022 وإحنا أول أسبوع يريد يرتاح يا أخوان، يعني الناس تعبت الناس ملت. فأتمنى إن شاء الله يعني أنه من تشكيل الحكومة الجديدة أن تكون هناك نظرة إلى المواطن، نظرة إلى الفقراء اللي هذا في البرد القارص، يعني ليلة أمس صارت تحت الصفر، يعني قاعدين في هياكل. أتمنى إن شاء الله أن تكون نظرة أبوية وعطف لهؤلاء العوائل. تعالوا ويانا راح نشوف حلقة جديدة من برنامج بين الناس، فكونوا معي.